والحديث أكثر تفصيلا عن هذه الفعالية التي نظمتها شركة انطلاق لدعم قطاع ريادة الأعمال، بتنضم إلينا على الهاتف المهندسة آية إسماعيل، وهي شريك مؤسس في شركة انطلاق. أهلا بك يا باشمهندسة. ما هو دور الشركة شركة انطلاق في دعم ريادة الأعمال؟ وطبعا تحدثينا عن هذه الفعالية. دعم ريادة الأعمال هدفها دعم قطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق ذراعين أساسيين. الذراع الأول هو الاستشارات والأبحاث اللي تخلينا نقدر نعرف أكثر شكل قطاع ريادة الأعمال المصري فين دلوقتي ومتجه لفين، والجزء الثاني أو الذراع الثاني هو مشاريع أعمال انطلاق، واللي كنا بنحتفل النهاردة بتخرج أول دفعة من الشركات الناشئة الملتحقة بمشاريع أعمال انطلاق. طيب، يعني الفعالية بعنوان ريادة الأعمال في مصر بين عراقة التاريخ وأفاق المستقبل، لماذا هذا العنوان؟ يعني إيه اللي بيضيفه للفعالية يا باشمهندسة؟ إحنا لما بنحكي تاريخ ريادة الأعمال للشركات الناشئة أو إحنا جوه قطاع ريادة الأعمال، بنقول حقيقة واضحة وثابتة إن قطاع ريادة الأعمال المصري هو من أقدم قطاعات ريادة الأعمال في المنطقة أيام طلعت حرب، وممتد من طلعت حرب يعني نماذج كتيرة جدا على مدار السنين، كملت اللي بدأوا طلعت حرب وطورت عليه لغاية ما بدأنا في الألفينات كمان كملنا، وظهور بقى الشركات الناشئة التكنولوجية. فحبينا ان احتفالنا بالشركات الناشئة يبقى فيه جزء بيسلط الضوء، حتى مكان الحدث كان مكان قصر عابدين، وهو مكان من الأماكن العريقة جدا في مصر، ان احنا بنسلط الضوء على عراقة تاريخ قطاع ريادة الأعمال، وكمان ان في آفاق للمستقبل، وبنخرج شركات عايزه تضيف للاقتصاد المصري وعندها افكار تدعم سواء دلوقتي او في المستقبل. ازاي بتوصلوا لهذه الشركات يا باشمهندسه؟ مصر دايما فيها افكار. احنا فتحنا التقدم للمشرعه 3 أسابيع، تقدم اكثر من 130 شركه، الشركات دي تم تصفيتها وتم التحقق من مقدرتها انها تدخل في مرحله مشرعه الاعمال، وصلنا ان بقى معانا مجموعه من 9 شركات هي اللي التحقت بالمشرعه في دفعتها الاولى، وكملنا معاهم فتره تدريبيه لغايه ما قدرنا نقدمهم النهارده بشكل يليق بشركه انطلاق ويليق بيهم كرواد اعمال ناجحين وعندهم افكار بتحل فعلا فجوات في المجتمع. ايه هي ال9 شركات او ايه المجالات اللي بتشتغل فيها ال9 شركات اللي حضرتك ذكرتيهم؟ تكنولوجيا زراعيه، ودي طبعا من اكثر الحاجات اللي على يعني رادارنا وعلى رادار حتى الدوله المصريه ودقية، ان الزراعه وهي من القطاعات الاساسيه جدا في مصر يبقى فيها تكنولوجيا كمان تدخل فيها. تكنولوجيا طبية، وده برضو من القطاعات اللي فيها تطور كبير جدا في المنطقة وفي مصر. البيج داتا أو الحاجات دي علاقة بنقل المعلومات والبيانات، وده طبعا مستقبل كله الذكاء الاصطناعي ودخوله في كل الحاجات دي. الطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة، سواء بقى يعني شركة ناشئة تهدف إنها تعمل مصنع تصنيع الألواح الشمسية في مصر، أو كمان الدراجات الكهربائية اللي تساعد في بيئة أنظف، وغيرها من مجالات كتير مختلفة، كلها ستارت ابس وبتقدم حلول للمجتمع بالتكنولوجيا. طيب، يعني بعد هذه الفعالية ريادة الأعمال في مصر بين عراقة التاريخ وأفاق المستقبل، خطتكم في المرحلة اللي جاية إيه يا باشمهندسة؟ إحنا خطتنا مبدئياً مع الشركات اللي معانا، إحنا رحلتنا معاهم مش بتخلص النهاردة، هي هتكمل، وهنساعدهم إن هم يكبروا ويطوروا حجم عملهم ويجمعوا استثمارات ويكونوا إضافة للاقتصاد المصري. بالإضافة طبعا لخطتنا كانطلاق، إن إحنا زي ما طلعنا بحث عن قطاع ريادة الأعمال المصري، وطلعنا مؤشر قياس لأداء ريادة الأعمال المصري من شهرين، كان تقرير الأول من نوعه في مصر، هدفنا نكمل على التقرير ده ونطلع منه نسخ تانية بشكل سنوي، بالإضافة لبرامج تدريبية وبرامج ومنتجات بحثية تخص قطاعات بعينها، علشان ننظر لقطاع ريادة الأعمال اندستريز او صناعات مختلفه او قطاعات مختلفه، علشان دايما نطلع معلومات مبنيه على البحث تخلينا نقدر نقيم احنا فين في قطاع رياده الاعمال ورايحين لفين. بنتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك المهندسه آية إسماعيل، وانت شريك مؤسس في شركه انطلاق.